طب لو لبست النقاب هناك هي مش منتقبة بس عشان تقي وجهها حرارة الشمس لا، وهي ماشية في الشارع. إحرام المرأة في وجهها. قال النبي عليه عليه الصلاة الصلاة والسلام: والسلام. لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وعندها في فعل أمهات طب لو المؤمنين نزلت البشر أن تسدل الخمار على وجهها، الطرح اللي هي لابساها تحطها على وجهها كذا، هذا جائز. لكن أن تلبس نقابا مفصلا اللي هو ابو على عنين ده، قدر الوجه لا، فهذا لا يجوز. لكن لو نزلت البيشة على وجهها تنزلها هذا جائز. زي ما وكان بيعمل في بعض القرى الاخوات في الشمس، بتقوم منزله طرحه على ايوه، وشها كده وكان عشان في حديث اسماء: كنا اذا حزان الركبان اسدلت احدانا يعني ايه خمارها على وجهها. وده ما والله اسموش اعلم. نقاب. لا مش نقاب، نعم النقاب هو المفصل على قدر الوجه. نعم جزيت الجنه شيخنا كريم. ولو معانا اتصالات يا شباب.